موجز أخبار الشركات عمزاج أحلى إذاعة. أعلنت الشركة الأردنية للطيران عن زيادة عدد رحلات الشركة إلى الشارقة الإمارات العربية المتحدة خلال الموسم الصيفي لعام 2022 لتصبح الرحلات يومياً عدا الاثنين والجمعة من كل أسبوع. كما أعلنت الشركة عن نيتها التوسع في رحلاتها إلى الخليج العربي لتقديم أفضل مواعيد السفر والسعر المنافس لجميع الرحلات المنتظمة على متن خطوطها. تزامناً مع اليوم العالمي للسمع والذي يصادف الثالث من شهر آذار من كل عام، وفي إطار برنامجها وي إيبل الذي يعنى بدمج وشمول الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن كادرها الوظيفي، أطلقت شركة زين الأردن مكتبتها الرقمية عبر قناتها على اليوتيوب لتعليم أساسيات ومبادئ لغة الإشارة الأردنية. وتحتوي مكتبة زين الرقمية على دروس مصورة يقدمها مدربون وخبراء في لغة الإشارة، وتتضمن مقاطعا وشرحا مفصلا للمفردات والتعابير الأساسية في لغة الإشارة. وقعت شركة دربكو الريادية لحلول تنظيف أنظمة الطاقة الشمسية اتفاقية لتوريد وتركيب أنظمة تنظيف أوتوماتيكية روبوت للألواح الشمسية مع مجموعة العملاق الصناعية. وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم شركة دربكو بتزويد مجموعة مصانع العملاق بأنظمة أوتوماتيكية روبوتات عالية الجودة وبأعلى المقاييس العالمية لتنظيف ألواح الطاقة الشمسية على أسطح مباني مصانعها. أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات أن سلسلتي هواتفها الذكية جالكسي S22 والأجهزة اللوحية جالكسي تاب S8 اللتين قدمتا تعريفاً جديداً لفئتيهما تتوفران الآن في الأسواق حول العالم بعد استقبالها الطلبات المسبقة التي حطمت الأرقام القياسية. وشهدت السلسلتان طلبات مسبقة خلال الأسبوع الأول من الإعلان عنها بمعدلات فاقت أي هاتف ذكي أو جهاز لوحي آخر من سامسونج حتى الآن. موجز أخبار الشركات عمزاج أحلى إذاعة. ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب وتشغلوا جرس التنبيهات لمزاج FM.